السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة أينما كنتم، تحية لكم جميعا. اليوم غتسمحوا لي غادي نكون مصري، غادي نهضر بالمصرية باش نجاوب واحد مصري اللي خرج في الفيديو كيقول لواحد اللاعب مغربي انك انت ما كتعرفش الكرة المصرية، بغى يعرفنا الكرة المصرية. انا غادي نجاوبه بالمصرية. المرجو منكم انكم تبارطاجيو الفيديو ودير لايك وتكتب شي تعليق كيف ما كان. المهم اي تعليق واخا كبير يرحف، لان التعليق واللايكات هما غيطلعوا الفيديو، وانا بغيت هذا الفيديو يوصل بيه ان شاء الله. حاجه اخرى قبل ما ننسى، الله يجزيكم بخير. كنعتذر على رداءة الصوت لانني كاين واحد المكان كاين فيه شويه الريح وواحد المكان براد ومفجش تحت واحد الشجيره، ومن شفت هاد الفيديو قلت ضروري خصني نجاوبو، حيت انا المهمة ديالي هو الرد على هاد المتطفلين. عاد اللاعب منتخب مصر كان بيروح وخمس ست لعيبة من منتخب المغرب مش عارفين يقطعوا منه الكورة. احترامي لمنتخب المغرب، بس انت ما احترمتنيش، واللي ما يحترمنيش ما احترموش، واللي ما يحترمنيش ما احترموش وملوش احترام عندي. تعالى لي بقى اقول لك مين منتخب مصر ومين الكرة المصرية. انت لو ما تعرفش مين منتخب مصر ومين الكرة المصرية، تعالى لي حبيبي وانا اعرفك. اكيد يا حبيبي. يا حبيبي انا اسف، انا منكسف وزعلان قوي. كنت عارف المنتخب المصري؟ اكيد يا حبيبي الكرة المصرية هي من انجبت التيمون وانجبت الزاكي ودربالة ومصطفى حجي وفرس والرعي والعزاز والظلمي ومروان والشماخ ومصير وخيري وبياز وكريمو وكاماتشو وخرشة والعربي بالبارد و و و و فعلا يا أخي أنا منكسف لأنني أنا لم أكن أعلم يا حبيبي أن المنتخب المصري هو من تأهل لكأس العالم سنة 1970 86 سنة 1994 98 2018 2022 يا حبيبي انا لم اكن اعلم ان المنتخب المصري هو من انتصر على البرتغال سنه 1986 وتعادل مع بولونيا. انا لم اكن اعلم ان المنتخب المصري هو من احرز البرازيل والنرويج وانتصر على اسكتلندا. انا لم اكن اعلم أن المنتخب المصري هو من أحرج إسبانيا والبرتغال في كأس العالم 2018. أنا لم أكن أعلم أن المنتخب المصري هو من هزم عمالقة كرة القدم، هو من أخرج البرتغال وإسبانيا. أنا لم أكن أعلم يا حبيبي أن المنتخب المصري له كل هذه الإنجازات، فشكرا لك أخي فكرتني. أنت لو ما تعرفش أنا أعرفك، اسأل وإحنا نجاوبك، إنما أنت بتتكلم عن عدم معرفة مين منتخب مصر ومين الكرة المصرية؟ وأنت يا ابني مين؟ منتخب مصر المنتخب الأفضل في تاريخ قارة أفريقيا، أعظم منتخب في تاريخ قارة أفريقيا، أكتر منتخب حاصل على بطولة أمم أفريقيا 7 مرات. أما عن إنجازاتكم وإنجازات الكرة المصرية في كرة القدم الإفريقية، فأنا لن أتجرأ أن أتكلم لك عن سبب حصولكم على كل هذه الكؤوس، فيكفيني أن أقدم لك مقطع من فيديو، وكما يقولون الشهادة شاهد من أهلها. أتشوف الكابتن قمعر شنو كيقول على الحكام الأفارقة بعد كيجوا للقاهرة لإدارة مباريات الفرق، سواء الفرق او المنتخب
الفرق المصرية أو المنتخب المصري ضد فرق أخرى، ولك واسع النظر. فيكفيني أن أجيبك بهذا المقطع الفيديو. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الإفريقية لينا والأندية تانية، مش إحنا بس، ونقعد مع الحكم. ما أنا كنت أقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الإدارة ومعايا مدير الكورة ومعايا مدير إداري قاعدين معايا،